قصص الغنى عن النفس. أتحسب أن كثرة المال هو الغنى؟ لو سئلت أتحسب كثرة المال هو الغنى ماذا تقول؟ تقول نعم. ما أدري ماذا تقول، لكن لو سئلت أنا أقول نعم. تبثني. أتحسب أن كثرة المال هو الغنى؟ وهكذا أجاب الصحابي أيضا، قال نعم. أتحسب أن قلة هو الفقر؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم غنى غير النفس، قال صلى الله عليه وسلم غنى غير النفس، فقر فقر النفس. الفقير هذا فقره بين عينيه، وإن حاز أموال قارون فقره هنا، والغنى الغني غناه هنا، وإن كان لا يريد قوت يومه.